أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، ونناقش لهذه الليلة الحراك الدولي الواسع والكبير في بلادنا، خاصة نهاية الأسبوع الماضي مع وصول المبعوث الأممي إلى مارب، وكذلك أيضا أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى عدن. كان لافتا في تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي حول دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وقال بأن دول مجلس التعاون يدعمون بالفعل التسوية عبر الأمم المتحدة بما يؤدي إلى أمن ووحدة واستقرار اليمن. أيضا المبعوث الأممي قال أنه ومن مارب قال أنه يتطلع أيضا إلى إحراز تقدم في التسوية أو في المسار السياسي. كذلك أيضا بدأ أن المبعوث الأمريكي أيضا تيم ليندر كينج وفي تصريحات صحفية قال أنه يتفائل بإحراز تقدم في الملف السياسي والإنساني في البلاد، مرجحا أو داعيا إلى التوصل لاتفاق عاجل بخصوص المرتبط ومن ثم ترتيب المسألة السياسية بما ليتم التوصل إلى حكومة وحدة وطنية بشراكة الجميع حسب تعبيره. عن هذا الحراك وعن الحديث عن اقتراب التوصل إلى تسوية سياسية أو على الأقل اتفاق بأي شكل يبدأ من الجانب الإنساني ومن ثم يتدرج باتجاه المسألة السياسية، هذا ما نناقشه لهذا المساء مع ضيوفنا الأعزاء، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. في تحرك خليجي لا يخلو من دلالة، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي الخميس الماضي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي في العاصمة المؤقتة عدن، وهي الزيارة الأولى له إلى عدن منذ تسلمه منصبه. وقال البداوي إن مجلس التعاون الخليجي يدعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار، وأنه بحث مع العليمي التطورات الراهنة في البلاد والشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي. وعبر البداوي عن دعم مجلس التعاون للجهود الأممية للتوصل لتسوية سياسية للحرب في اليمن، في إشارة للزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن والذي زار محافظة مأرب وعدن نهاية الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية عن غراندبرغ قوله إنه يتطلع لإحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكدا حرصه على الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. وفي ذات السياق عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ليندر كينج في تصريحات صحفية عن تفاؤله بتحقيق تقدم كبير في الملف اليمني، مثل تخفيف التوتر وتوسيع الرحلات الجوية والتوصل لحل عاجل لقضية رواتب اليمنيين، ومن ثم الذهاب لاحقا إلى تسوية القضايا الأخرى بين الشرعية والحوثيين كتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويرى مراقبون في الحراك الدولي والخليجي في اليمن مؤشرات على ملامح الاتفاق المتوقع في الشق الإنساني يتعلق بمسألة المرتبات والتحضير لجولة مفاوضات جديدة بين الحوثيين والشرعية. فهل نشهد إعلانا قريبا لهذا الاتفاق المحتمل؟ والأهم من ذلك، ما هي ملامحه؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب وأبدأ الترحيب أيضا بضيوفنا الأعزاء. معنا في الاستديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا حياكم الله. كما أرحب أيضا بدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي من الكويت. أهلا بك دكتور عايد. حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام. وعبر الهاتف أرحب بالأستاذ سالم بن حمد الجهوري صحفي العماني والباحث في الشؤون الدولية. أهلا بك أستاذ سالم. أهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم أينما كانوا. نعم، واسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي من الكويت، والبديوي والجاسم البديوي أيضا كويتي يشغل الآن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وهذه أول زيارة له إلى عدن، كيف يقرأها؟ نعم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أنا أعتقد يعني جاسم ديو الحقيقة دبلوماسي عريق وعروبي وحريص بالتأكيد كأي عضو في مجلس التعاون على استقرار اليمن وتنميته وإنهاء هذه الحالة الصعبة
التي يعاني منها الشعب اليمني، وبالتالي هو الحقيقة ذهب إلى هناك ليحاور الحكومة وربما أطراف أخرى لمعرفة رؤيتها للحل المستقبلي. حتما كما تعلمون دول مجلس التعاون تبذل جهد كبير لإنهاء الصراع، يمكن بدأ باستضافة الكويت الحقيقة للأطراف كلها خلال الفترة الأولى من الحرب، ولكن للأسف الشديد لم يصلوا إلى حل، وانتقلت الأمور إلى ستوكهولم وإلى مناطق أخرى. عمان الحقيقة لعبت دور كبير في هذه إنهاء هذه الحالة المعقدة من في اليمن. أملنا الحقيقة أن الإخوة الحوثيين يدركوا أن استمرارهم بالتعنت لن يؤدي إلى أن يغيروا موازين القوى، لأنه في النهاية قد الحقيقة تذهب الأمور إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن. لذلك الكل يسعى الآن إلى إيجاد أولاً حل المشاكل الإنسانية مثل قضايا الأسرى والمصابين والألغام، والمشكلة الكبرى اللي يعاني منها اليمنيون الحقيقة وهي قضية الرواتب المرتبات. نعم يعني نعم المرتبات، يعني الناس تعاني الحقيقة، ونحن تصلنا أنات اليمنيين ومعاناتهم في هذا الجانب. لذلك أنا أعتقد أنه على حكومة صنعاء، حكومة الأمر الواقع، أن تنظر إلى أن هذا الحال لا يسر إطلاقا، ولا ينبغي أن تستخدم معاناة الناس لإجبار الأطراف الأخرى على الوصول لحل، وعلى الحكومة أيضا أن تكون أكثر واقعية وتعالج القضايا الجوهرية مثل الخدمات وإلى آخره، لكن أيضا لابد من الوصول إلى تسوية تنهي هذه الوضعية. دول مجلس التعاون تريد الحقيقة تسوية لا يكون فيها الموضوع انتصار أو هزيمة، وإنما وحدة يمنية وقوة يمنية وسلام يمني يمني، وعندها الكل سوف يقبل بقرار اليمنيين. هناك مرجعيات معروفة الحقيقة، وثيقة الوثيقة اليمنية ما بين الأطراف، المبادرات الخليجية، وقرارات الشرعية الدولية، والقرار بين إذن في المجمل هو القرار الأقوى في هذا الجانب، وهو صريح ووجه الخطاب للحوثي بضرورة تسليم كل ما لديه إلى الحكومة الشرعية. الآن ممكن نناقش يعني الأمور لعل وعسى، يعني زيارة الأمين العام وزيارة جروندبيرغ المبعوث الأممي وزيارة تيموثي ليندر كينغ، كل هذه لعل وعسى أن تصل إلى حل ينهي هذه الحالة ويعيد الأمن والاستقرار لليمن العزيز. نعم، إذن هي زيارة في سياق دعم المسار السياسي عبر الأمم المتحدة وأيضا القناة الخلفية عبر الوسطاء من سلطنة عمان الشقيقة. يذهب إلى الأستاذ سالم بن حمد الجهوري أيضا، وكيف يقرأ أيضا هذا الدعم للمسار الأممي إضافة إلى القناة الخلفية للوساطة العمانية، وما الذي استجد فيها؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. أنا أعتقد أن هذا الحراك في زيارات أيضا معالي الأمين العام إلى العاصمة المؤقتة عدن له دلالات مهمة جدا في هذه المرحلة، وكذلك أيضا مبعوث الإدارة الأمريكية وأيضا المبعوث الأممي وبعض أيضا الشخصيات التي لها دور فاعل في الأزمة اليمنية أو في محاولة إيجاد مخارج للأزمة اليمنية. في نظري أولا أن زيارة الأمين العام هي يعني رسالة ضمنية عن معارضة خليجية لتقرير الجنوبيين لمصيرهم، وهذا في نظري مهم جدا، والتأكيد على وحدة اليمن والبقاء على مسارين، مسار الحكومة الشرعية ومسار أيضا
الحوثيين في صنعاء حتى يمكن دعم الجهود لإيجاد حوار شامل جامع لجميع الأطراف. الأمر الثاني هو أيضا التأكيد على على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها، وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد سابقا، وقرار مجلس الأمن 22/16، ثم أضيف أيضا وأضيف عليه ما تبقى من بنود اتفاق الرياض. هذه النقاط الأربعة التي في نظري تطرق إليها الأمين العام مهمة جدا مع الرئيس رشادة العليمي ومجلس أيضا مجلس القيادة، إضافة إلى التأكيد على الشراكة الخليجية اليمنية وهي النقطة الثالثة. والرابعة هو دعم واضح وصريح كرسالة أيضا من دول مجلس التعاون للقيادة اليمنية في عدن. هذه الزيارة التي تأتي بعد 8 سنوات من فبراير 2015 من زيارة عبد اللطيف الزياني إلى الرئيس السابق اليمني السابق، هذه كلها لها دلالات واضحة في هذه المرحلة، مرحلة الزيارات. الجهود العمانية مستمرة واستطاعت أنا في نظري أن تحقق هدفين. الهدف الأول هو إيجاد حالة من الهدنة من شهر أبريل 2022 وحتى اليوم، وهذه الهدنة متجددة، وأنا أعتقد أنها وإن تعرضت لبعض حقيقة الخروقات وبعض أيضا المواجهات العسكرية، وكان آخرها ما يقارب من سقوط 10 أشخاص في هذه المواجهات بين الطرفين، أعتقد وإن عكرها هذا الحدث في نظري أنها تمثل جزءا مهما من أرضية يمكن البناء عليها بين الأطراف وخاصة مع الحوثيين في المرحلة المقبلة. والأمر الآخر أيضا في نظري أن دخول المملكة العربية السعودية على خط محور الرغبة في التفاوض مع أيضا الحوثيين وضرورة أن يتم تعديل المواقف أو تحسين المواقف و إيقاف من جانب قوات التحالف المواجهات العسكرية مع الحوثيين، هذا في نظري أيضا واحدة من المكاسب. أنا أعتقد الآن هناك مرحلة من مرحلة البناء، وهناك مؤشرات بأن الجميع يتجه الآن وإن طالت الفترة إلى الحوار وإلى طاولة التفاوض بين جميع الأطراف بما فيها الحوثيين. العملية كانت متوقفة حول موضوع رواتب العسكريين في صنعاء، وأنا أعتقد أن هناك بعض الحلول والضمانات التي الآن قدمت من سواء كانت من المملكة العربية السعودية ومن أيضا سلطنة عمان والأمم المتحدة. هذه الجهود في نظري كلها ستفضي في النهاية إلى قناعة الجميع بضرورة أن تكون هناك يمن واحدة وحكومة واحدة تنطلق من حكومة مؤقتة، ثم بعد ذلك يتم انتخاب المجلس البرلمان الذي سينتخب حكومة أخرى، وهكذا سوف تستمر الأمور بهذه الخطوات، لأنه من الصعب استحداث الآن طريقة أخرى في نظري سوف هل تتوقع إعلانا قريبا أو كما رغب المبعوث الأمريكي في تصريحات صحفية يقول أنه يأمل الإعلان قريب عن توصل على الأقل الاتفاق عاجل فيما يتعلق بالمرتبات ومن ثم الترتيب للمسار السياسي؟ الآن العملية التي تمت منذ منذ ما يقارب من سنتين انتقلت الجهود من حل شامل إلى تجزئة الحلول، تبدأ بالملف الإنساني وبعد ذلك الأمني والعسكري والسياسي، وفي نظري أنهم يقتربون الآن فعلا من حل إنساني، وهذا الحل سوف يمهد إلى بناء الثقة بين الأطراف بين عدن وصنعاء خلال الفترة القادمة، وسوف أيضا يعزز من ثقة هذه الأطراف فيما بينها، خاصة أنها خلال العام ونصف الماضي هناك ارتفاع في مستوى قناعة هذه الأطراف بضرورة أن يبقى اليمن يمنا واحدا. نعم،
شكرا لك أستاذ سالم بن حمد الجهوري الصحفي العماني والباحث في الشؤون الدولية. وأعود إليك دكتور عادل المسني، وكيف تقرأ أولا زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي والرسائل أيضا التي حملها من خلال لقاء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة وكذلك أيضا المؤتمر الصحفي؟ أولا أنا أتصور بأن هذه الزيارة تأتي لتؤكد عدة مسائل، أهمها موقف خليجي موحد، مجلس التعاون الخليجي يمثل كل الدول الخليجية، ولأول مرة الدول الخليجية اليوم تجمع على دعم مساعي الشرعية اليمنية. هم لديهم مبادرة موحدة منذ القمة الأخيرة لمجلس التعاون، لديهم مبادرة موحدة، رؤية موحدة، لكن الزيارة هي الأولى. الزيارة هي الأولى، نعم، تأتي في سياق مضطرب خاصة في المناطق الجنوبية، وفي يعني أصوات عالية تدفع باتجاه الانفصال وتصعيد كبير. هذه الزيارة بهذا الحجم إلى عدن هي تؤكد هذا المسعى، التزامها بالشرعية اليمنية، وهذا مسألة مهمة، وهناك موقف خليجي موحد حول هذا البعد. الأمر الثاني أيضا وجود العليمي في عدن، هذا أيضا يعزز من شرعية العليمي ومن شرعية وجود الدولة، خاصة وأنها تتزامن مع دعاوي لعملية سياسية في اليمن. زيارة أيضا المبعوث الأممي تؤكد هذا المسعى. اليوم الشرعية حاضرة بقوة في المشهد اليمني، حاضرة في هذه التفاعلات الإقليمية والدولية الهادفة أيضا لتحقيق عملية سياسية، اشتراك في العملية السياسية، من خلال أيضا وجود رمزية مهمة تمثل برئيس مجلس الرئاسة في عدن، حضور عدن كعاصمة مؤقتة وحضور رئيس المجلس في هذه المحافظة، ومن ثم رئيس مجلس التعاون الخليجي موجود في عدن يزور العليمي والمبعوث الأممي. أنا أتصور بأن رسائل مهمة جدا ولها دلالات سياسية، سواء للأطراف في الموجودة المتصارعة في عدن أو للحوثي، ومن ثم أيضا للعملية السياسية والأطراف الدولية. الشرعية عانت كثير من هذا البعد وتشوه دورها بسبب أيضا هذه الصراعات البينية داخل الشرعية نفسها. أنا أصور بأن هذه الخطوة مهمة جدا لترميم صورة الشرعية فيما يتعلق بالداخل اليمني وأيضا في الخارج، خاصة أنه هناك جهود كبيرة تسعى لعملية سياسية في اليمن. الأمر الآخر متعلق أيضا بمأرب، حضور مأرب وغيرها من في هذه، يؤكد على أن هناك فعلا جدية لعمل سياسي، إشراك كل الأطراف المهمة والفاعلة في اليمن. الأمر الآخر أنه هذه الزيارات تأتي أيضا في ظل واقعية سياسية تنشأ اليوم في العالم وفي المنطقة. هناك يعني واقع جديد اليوم نشهده من خلال الحضور الأمريكي المكثف في المنطقة العسكري، ومن ثم أيضا الأداء الأمريكي ومؤشرات يعني التدخل الأمريكي في يعني تحقيق عملية سياسية مختلف عما كان في السابق، من خلال أيضا دور عمان، من خلال أيضا هذه الحركة التحركات، سواء المبعوث الأممي، الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك من خلال المبعوث الأمريكي، المبعوث الأممي، دولة عمان. وهذا أنا في تصوري يعود أيضا لأيضا قطع الطريق على أيضا الدور الصيني المتزايد في المنطقة، والذي رأيناه أيضا من خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية، ومن ثم أيضا وهذا رد الصين أيضا على المبادرة الأمريكية، كانت من خلال دفع إيران أيضا لتحقيق أو تفعيل الاتفاق السابق، وكان هناك زيارة للمملكة العربية السعودية تطورت بشكل عاجل للقاء بولي العهد، وكانت هناك قضايا استراتيجية منها الاستثمار، الأمن الإقليمي، وأيضا فتح سفارة وغيرها من قضايا مهمة جدا كانت لها أيضا دلالات سياسية قوية لدول الإقليم. نعم، في هذا المناخ نشهد واقعية سياسية تدفع باتجاه تسوية سياسية. أنا أتصور بأنه في اليمن، لكن يعني دعنا نركز على الرسائل التي حملها أمين عام مجلس التعاون الخليجي. أنا انتبهت إلى ثلاث رسائل رئيسية، هو دعم اتفاق سياسي يفضي إلى وحدة اليمن، هو قال ذلك، أيضا الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا دعم المسار السياسي عبر الأمم المتحدة. هو الموضوع الآن الأكثر إلحاح والذي يطرح نفسه بقوة والعنوان الأبرز في اليمن هو العملية السياسية. هناك مساعي جدية تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتصور بأنه تحقيق عملية سياسية قد يكون أسرع مما نتوقع أو نتصور. لماذا؟ لأنه مفاتيح الحل السلام في اليمن هي بيد الأطراف الخارجية الإقليمية والدولية، وبالتالي ما يجري في اليمن يعني العالم لا يتأثر بالصراع الداخلي، بل العكس، الصراع في اليمن يتأثر أيضا بالفاعلين الإقليميين والدوليين، وبالتالي أي انفراجة أو تغيير
يطرأ أيضا على مواقف وقناعات هذه الدول سينعكس بشكل سريع على إيجاد حلول في المسألة اليمنية. أنا أتصور بأن هناك قناعة للولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق السلام، وذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأن السلام يحقق مصالح اليوم. رأينا ذلك في النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية وقفت بالمرصاد للحسم الصيني للحسم الفرنسي ورفضت التدخل الفرنسي للحسم العسكري، أيضا رفضت اعتبار ما يجري في النيجر انقلاب، وزادت على ذلك بأن عينت سفير في الوقت الذي أثناء الانقلاب ورأته فرنسا بأنه طعن القلب، وذلك لأنها لا تريد حرب قد يؤدي إلى دخول المنافس الصيني والروسي إلى النيجر. بنفس مشابه اليوم تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في الحالة اليمنية، تريد أيضا قطع الطريق على دول البريكس، خاصة أن دول الخليج مع إيران مع إثيوبيا جميعها دخلت في البريكس، والآن العمل السياسي أو الاتفاقية السياسية الموجودة بين إيران والسعودية ليست فقط الصين وحدها من تقف اليوم، كل دول البريكس تقف مع هذا البعد، البعد دعم العملية السياسية. لكن لا يبدو أن إيران هي التي تعيق حتى الآن ذهاب الحوثيين إلى السلام، إلى التقدم في المسار السياسي، باعتبار أن العملية السياسية برمتها هي متوقفة على مواقف الحوثيين. سأعود إليك لأسمع منك الإجابة بعد الفاصل، وكذلك أيضا أسمع هذه الإجابة أيضا من الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي. نذهب إلى فاصل إذن أعزائي المشاهدين، ومن ثم نعود معكم لمواصلة حديث المساء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب كذلك أيضا بضيوفنا الأعزاء، دكتور عادل المسني معنا في الاستديو، والدكتور عايد المناع ما يزال معنا أيضا عبر سكايب. دكتور عادل أو عايد المناع، ربما لاحظت أن هناك رغبة دولية إقليمية، دول مجلس التعاون تدعم توصيلات السلام في اليمن، العقدة أين؟ هل تعتقد أن الحوثي وإيران بالفعل يتلكؤون لتلبية هذه الرغبة الإقليمية والدولية في التوصيل إلى السلام في البلاد؟ اولا اوضح لاخي استاذ عادل بان السفيره الامريكيه في النيجر لم تسلم اوراق اعتمادها للسلطه الجديده. نعم. ولكن بالتاكيد ان الامريكان حريصين على عدم اتجاه مستعمرات فرنسا السابقه إلى الجهة الشرقية من العالم، بالذات روسيا والصين. بالنسبة الحقيقة لسؤالك، بالتأكيد إيران اليوم يعني بدأت علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. وزير خارجية إيران عبد اللهيان زار المملكة والتقى بسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتقى بوزير الخارجية وغيره. هناك مؤشرات على أن الأوضاع تتحسن إقليميا، لكن إيران لا تزال تمسك بالأوراق في العراق، في لبنان، وفي اليمن، وفي سوريا طبعا، للضغط من أجل أن يكون لها يعني الآخرون يبدو مرونة أكثر تجاهها في قضايا يعني مثل الجرف القاري، مثل حقل الدرة، وربما حتى الحقيقة في بعض القضايا الدينية في مسائل الزيارات، تعرف للإخوان الشيعة متطلبات معينة. لذلك أنا أعتقد أنه إيران نتيجة الضغط الدولي أبدت هذه المرونة، وقد يكون للأسف الشديد مرونة إيران تكتيكية. الحوثي من الأدرع التي تستخدمها إيران للضغط على المنطقة وبالذات على المملكة العربية السعودية والإمارات، بأنه هذه القوة اللي حقيقة ليست حقيقية ولكنها تطلق صواريخ ومسيرات تزعج، وبالتالي قد يكون لها دور في أنها تسهل على إيران أن تحصل على بعض الامتيازات. لذلك أنا أعتقد أنه الآن الدور على الأشقاء في السعودية بأن يضغطوا بشدة على إيران أن ترفع يدها عن اليمن كاملا، لأنه اليمن الحقيقة لا ينبغي أن يكون مصدر إزعاج لدول مجلس التعاون الخليجي إطلاقا،
بالتأكيد أن دول مجلس التعاون هي إسناد لليمن صرف النظر عما قد يكون من خلافات سابقة مع هذه الدولة أو تلك. اليوم نريد لليمن الاستقرار، ومثل ما تطرح المبادرات أن يكون هناك أمن واستقرار وتنمية وإنهاء للوضعية الحقيقة السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني، مثل يعني انقطاع مصادر الرزق وأيضا الألغام التي تملأ الأرض وعدم القدرة على التحرك كما كانت الدولة في السابق. اليوم مطلوب أيضا فتح مجالات المطارات، الموانئ، لكن لا كل شيء الحقيقة، لكن شريطة ألا يكون ذلك سببا في دخول قوى مضادة للمنطقة تستغل تكتيكيا رغبتنا في السلام وبالتالي تدخل على الخط بشكل سلبي. هذا ما هو مطلوب الآن. أعتقد أنه مبادرة يعني أو زيارة السيد البديوي لليمن تصب بهذا الاتجاه، تصب بأنه نجد حل. وأذكر أنه الحقيقة الأمين العام السابق وهو أيضا كويتي دكتور نايف الحجرف دعا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع في الرياض وتحاوروا وتناقشوا، وقد يكون من ضمن ذلك أو من ثمرات ذلك قيام أو حلول المجلس القيادي الرئاسي محل الرئيس عبد الرب منصور هادي لتهدئة الخواطر وللعمل على إيجاد حل مع الطرف المتعنت. يبقى أنه على إيران وعلى الحقيقة حتى الولايات المتحدة بأن تضغط على الحوثي وبقوة لأن يكون أكثر مرونة وأن يشيل من رأسه بأنه يحكم اليمن. يعني بكل وضوح يعني كنعرف المكون الحوثي ومن ينتمي إليه لا يمكن أن يقبل في الجنوب على الإطلاق، وحتى في الشمال الحقيقة قد لا يكون له القبول على كل المناطق اليمنية. هذا ما هو مطلوب الآن، أنه إذا ضغط الأطراف إيران والولايات المتحدة وبالرغم من الصيحات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل إلا أن الولايات المتحدة لعبت دور كبير في عدم إنهاء الحوثي وفي تثبيته في الحديدة في عدم وصولها إلى صنعاء. لذلك هي الحقيقة هذا المبعوث لندر كينغ يحاول أيضا مع المبعوث الدولي مع المبعوثين الإقليميين الخليجي والعماني إيجاد حل. على اليمنيين أيضا أن يفكروا ويتحاوروا وينهوا هذه الإشكالية من خلال اللجوء إلى صناديق الاقتراع بعد إنهاء هذه الوضعية الشاذة. وأعتقد أنه دون الحقيقة إنهاء أو تطبيق على الأقل القرار 2216 سنعود الحقيقة للمربع الأول، لأنه هذه المجموعة تعرف أنها لن تستطيع أن تصل إلى السلطة إلا بالطريقة التي وصلت إليها بعد انقلابها سنة 2014-15. نعم، شكرا لك دكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي كويتي، كنت معنا عبر سكايب. وأعود إليك دكتور عادل مسني. الحديث من قبل المبعوث الأمريكي عن فرصة في التوصل إلى اتفاق ابتداء من مسألة المرتبة، تجد أنها مهيئة بالفعل على الرغم من احتجاجات واعتراضات الحوثي وتصورات أيضا لمسألة المرتبات بأنه يريد الأموال له؟ لا، أنا أتصور أنه هناك يعني ترتيبات خلف الكواليس تتم. قطعت شوطة كبيرة، نعم، وهناك انخراط جدي لكل الدول لكل الأطراف الإقليمية والداخلية في هذه المساعي. ومظاهر ما الذي تبقى؟ ما الذي ما هو أين العقدة في الموضوع؟ أنا أتصور أنه هذه المظاهر التي وهذه المؤشرات التي تحصل اليوم من خلال الحركة والجهود والمساعي الكبيرة تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية والانخراط الجدي للولايات المتحدة الأمريكية، المبعوث الأمم المتحدة، أمين عام المجلس التعاون،
عودة العليمي، الزيارات أيضا لكل الأطراف المهمة والفاعلة في الملف اليمني، هناك مناخ يبدو أنه كلها تعكس أن هناك فعلا اتفاق شبه جاهز وهناك حديث أيضا في الكواليس الدولية عن اتفاق شبه جاهز موجود بين هذه الأطراف، وعن يعني قريبا سيعلن هذا أمر. الأمر الآخر أيضا المصالحة الإقليمية، أنا أتصور بأن هناك يعني خاصة فيما يتعلق في الولايات المتحدة. ما الذي يعيق هذا الاتفاق الشبه جاهز من الظهور من وجهة نظرك؟ أنا أتصور إيران، الإذن من إيران. أنا أتصور بأنه إيران اليوم توعز للحوثيين بالانخراط الجدي في العملية السياسية. إذن ما هو الإعاقة من قبل الحوثيين من أنفسهم؟ أنا أتصور ليست هناك إعاقة، هناك اشتراطات كثيرة وهناك تعقيدات وتحسين مكاسب، تعقيدات في الملف اليمني نتيجة أيضا يعني هذه المكونات التي يعني بمشارب مختلفة وبتوجهات مختلفة، وبالتالي جمع هذه الأطراف وجمع رؤى هذه الأطراف يحتاج أيضا وقت، ويحتاج أيضا مزيد من الضغوط ومزيد أيضا من جمع الأطراف أيضا، وأيضا التواصل وبناء أيضا أرضية للحوار والوصول إلى يعني مقاربات تجمع كل هذه الأطراف، وهذا ما يتم الآن من خلال هذه الزيارات التي تشترط أيضا زيارة مأرب ومن ثم عدن وصنعاء. وأنا أتصور في هذا السياق هناك مساعي كبيرة في إيجاد حل. ما يتعلق بإيران، نتصور بأنه إيران أيضا مخرطة بجدية في هذه العملية السياسية من خلال أيضا يعني التقارب مع المملكة العربية السعودية وعزت للحوثيين، والحوثيين أيضا خطابهم تغير، أيضا استقبالهم للوفود الإقليميين والدوليين أيضا يعكس بأن هناك انخراط جدي في العملية السياسية ودور عمان أيضا. إذن الولايات سؤال أخير، إذن ما هو الزمن الذي تتوقعه لظهور مثل هذا الاتفاق الشبه جاهز كما ترى، والذي هناك الكثير من المؤشرات عليه؟ أنا شهر شهرين أنا أكثر من ذلك. أتصور نعم في الأفق القريب هناك يعني مبادرة ستعلن في اليمن لإيجاد حلول لكثير من الملفات، وقف إطلاق النار ومن ثم الهدنة، المرتبات، فتح المعابر، توسيع الرحلات، وهذا قد تم. إذن هناك انفراجة، هذا المناخ يوحي بأن هناك فعلا عملية سياسية. أولا الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها الاستراتيجية تراجعت في المنطقة بعد الانسحاب، وأيضا في ظل هذه الواقعية السياسية الجديدة التي شكلت في المنطقة، وبالتالي عادت للمنطقة وتريد أيضا أن يكون لها دور فاعل تعالج مخاوف الدول الخليجية من خلال أيضا تحقيق انفراجة في العملية السياسية في اليمن، ومن ثم أيضا إعادة لتعود أيضا وتحتل نفس المكانة السابقة في اليمن. لهذا نشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بجدية في يعني تحريك هذه العملية السياسية، ولهذا سيكون هناك يعني حل قريب وقادم فيما يتعلق بالملف اليمني، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فاعل أساسي في الأزمات الموجودة في المنطقة، ولديها أوراق كبيرة وكثيرة تستطيع أيضا أن تفعلها إذا أرادت ورأت أن مصالحها تتحقق من خلال السلام. وبالتالي أنا في قناعتي الشخصية بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد أيضا لدول أخرى أن تدخل، وخاصة مع تزايد نفوذها في أفريقيا، وأفريقيا قريبة جدا مننا، لذلك من مصلحتها تحقيق الاستقرار، تحتوي التوتر موجود سواء في أفريقيا أو في اليمن، وتقطع الطريق على أي دولة قد تملأ الفراغ في هذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة في العالم. نعم، شكرا لك دكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا للتعليق عن الحراك الأممي والإقليمي أيضا داخل البلاد من خلال زيارة المبعوث الأممي، وكذلك أيضا زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليج جاسم البدي، والذي أكد على رسائل ثلاث كما هو واضح: شراكة الاستراتيجية مع اليمن، دعم تسوية سياسية تحافظ على وحدة واستقرار البلاد، وكذلك أيضا دعم المسار الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية. أشكرك مرة أخرى، كما أشكر أيضا ضيوفنا الأعزاء الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي الذي كان معنا عبر سكايب، وأيضا الأستاذ سالم بن حمد الجهوري الصحفي العماني والباحث في الشؤون الدولية. وأشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.